الحمد لله شي فراي وراه هادشي تيصبرنا بعدا شويه الحمد لله بين كاينين هكا تتحاك ان راه المشكله ماشي ديالي انا خاصه ولا مشكل ديال الراي العام وهذاك الور حنا الحمد لله تقول الحمد لله بعدا راه قضعنا فيه راه ما ضعناش فيه ما ضعناش فيه اذا كانت الاخيره اخيره احسن لي من الدنيا مرحبا حنا لا مرد لا قضاء الا فعلا تنشكركم بزاف ان لعب دور كبير وتنشكركم تنشكروا العداله تاعي ونشكروا رجال الامن اللي داروا تما شغلهم الحمد لله والشكر لله حنا بغينا ناخذوا ياخذ الجزاء ديالو باش ما يتعداش على واحد اخر عندهم غيرت ديال الولد ديالي ولكن الحمد لله كان نرتاح شويه بعدا كان نوع من الارتياح وهذا من فضل ربي شنو القلبات تبغي لهذا المجرم انا ما عنديش احسن من العداله انا قالك العداله تاخذ راجل وحنا عندنا ثقه في العداله الحمد لله عندنا ثقه في العداله تشكرهم بزاف تشكرهم بزاف وصافي بليزير من تنشوف بحال هكا تيشادوا فيه بحال هكا اسد والحمد لله على كل حال راه داك الشيء اللي تا المجهود اللي بذلنا مع داك الشيء ما مشى السوده ما مشى السوده خويا راك سمعت كما سمعت حنا مع تاتمنى تلقى لك راه فيه دير شي جريمه الله راه المره الاولى حنا ما كذبش عليك ما تقبلناش علاش عندنا ضغط وليت يبان لنا انه فوق القانون ولكن الحمد لله منين تنشوف هذا الشيء باقي الخير في هذه البلاد. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.